القمة الحكومية منصة لنا كوزارة الخارجية، فتحقق لنا العديد من الفرص للاتصال بالقيادات اللي تحضر القمة. والقمة هذه السنة طبعا أيضا منصة لحديث سمو وزير الخارجية حول زيارة البابا فرانسيس لدولة الإمارات، وهي زيارة تاريخية التي أرسلت العديد من الرسائل الإيجابية حول التعايش والتسامح، وأخذت أصداء تتجاوز المنطقة لتكون أصداء عالمية حول موقع دولة الإمارات في مسائل تتعلق بالتسامح والإيجابية.